موقع أمازون واحد من عمالقة التجارة الإلكترونية، إذا دخل لأي دولة سيعمل تغيير جذري في نمط الشراء لدى المستهلكين في الدولة. ويوجد المقولة المشهورة If you can't beat them, join them. إذا أنت مبادر وتفكر دخول مجال تجاري جديد ومربح، ابق معي لآخر الفيديو لتتعرف على واحد من الإمكانيات التي يمكن أن تكون مناسبة لك. هذه الإمكانية اسمها موقع أمازون. السبب الأول لذلك هو السهولة. موقع أمازون منصة بيع يتصفح بها ملايين المشترين المعنيين بشراء منتجات مختلفة. تقريبا كل شيء يباع على موقع أمازون. من خلال بحث أسواق مهني يمكنك التعرف على منتجات تباع بكميات هائلة يوميا، ويمكنك نسخ هذه المنتجات وبيعها على الموقع أنت أيضا. السبب الثاني هو النظام. موقع أمازون شديد التعامل مع التجار في الموقع، لذلك غالبية التجار على موقع أمازون هي تجار مهنية وتعرف العمل على الموقع بشكل كامل، ولا يوجد مضاربات في الأسعار كما هو موجود في مواقع أخرى. فإذا أنت مبادر حقا ستتعلم المجال بطريقة صحيحة وستعمل على الموقع بطريقة صحيحة، وبالتالي دخلك وأرباحك على الموقع ستكون مستقرة وثابتة دون أي تداخلات مع أشخاص غير مهنية التي لا تعرف معنى الربح أو العمل الصحيح. السبب الثالث هو خدمات أمازون. يوجد لموقع أمازون مخازن موجودة في جميع أنحاء الولايات المتحدة أو في الدولة التي ستسجل فيها، وهذه المخازن ستعطينا الإمكانية شحن منتجاتنا إليها، تخزينها هناك، والاهتمام في تغليف المنتج وشحنه بأسرع وقت ممكن للمشترين. هذه خدمة ممتازة لأنها تعطينا الإمكانية للتركيز على تسويق المنتج بطريقة أفضل بالموقع والتفكير بمنتجات جديدة بدلا من التعامل مع تغليف المنتج وشحن المنتجات للمشترين. السبب الرابع هو بناء علامة تجارية حصرية لك. بسبب توفير خدمات التخزين والتغليف والشحن، ظهرت طريقة البرايفت ليبل في مجال التجارة الإلكترونية وبالأخص على موقع أمازون. هذه الطريقة عبارة عن تصميم وإنتاج منتج حصري لك، يمكنك إنتاجه من الصين أو من أي دولة أخرى، وشحنها مباشرة لمخازن الأمازون دون التعامل مع المنتج كثيرا. فقط عليك التركيز على المنتج الذي تريد بيعه وتصميمه بطريقة صحيحة ومهنية وملائمة للمشترين على موقع أمازون. وباقي الأشياء الثانوية مثل شحن المنتجات والتغليف وطلبيات إرجاع، أمازون تهتم بها نيابة عنك. السبب الخامس والأخير هو التوسع لمنصات أخرى بالمستقبل. أمازون يعطيك الإمكانية لشحن منتجاتك المخزنة في مخازنه لأي عنوان تريده، لذلك يمكنك بالمستقبل تعلم منصات أخرى مثل إيباي، وولمارت أو سيرز إذا أنت تبيع في موقع أمازون أمريكا، وبيع منتجاتك هناك واستعمال أمازون مخزن لمنتجاتك وشحن المنتجات من المخزن. فلا شك أن موقع أمازون خيار بارز جدا لكل مبادر يريد دخول مجال التجارة الإلكترونية والمبادرة به. فبعد أن تعرفنا على الأسباب، سؤالي لهذا الفيديو: ما الذي يمنعك الاشتراك على موقع أمازون وبدء العمل به؟ اكتب لي بالتعليقات إجاباتك وسأحاول جاهدا مساعدتك. أيضا لا تنسى الاشتراك بقناة الأكاديمية والضغط لايك على الفيديو. سأراك في فيديو آخر.